بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله هنناقش بعض الأسئلة البسيطة التي تتعلق ب يونيت 2. الأسئلة دي طبعا فيها بعض الصعوبة من كتاب المعاصر، هنناقشها بالتفصيل. سؤال أول: choose a correct answer. عندنا he no longer doesn't smoke as he used to do. عشان احل جملة زي دي لازم ابقى عارف القاعدة بتاعتها. ايه القاعدة بتاعت no longer؟ القاعدة بتقول اني لو انا عندي used to مصدر يبقى بتساوي no longer plus the present simple. يعني لما انا اقولك I used to walk، انا اعتدت على المشي، الكلام ده في الماضي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا دلوقتي بطلت موضوع المشي ده، يبقى I no longer walk. يبقى ايه قاعدة no longer؟ بيأتي بعدها present simple مضارع بسيط، معناها ايه؟ لم يعد. طب used to معناها ايه؟ اعتاد ان. طب ما هي نفس المعنى، اعتاد على فعل شيء في الوقت الماضي، هي الحاجة دي معناها يعني ان هذا الشيء انا لم اعد افعله في الحاضر. ناخد مثال تاني. لما اقول she used to drink fizzy drinks، اي she used to drink fizzy drinks يعني هي اعتادت على شرب المشروبات الغازية. طب ما هي she no longer drinks fizzy drinks، يعني هي بطلت او لم تعد تشرب المشروبات الغازية. اظن كده الاجابة بقت واضحة. يبقى هنا ايه الاجابة؟ he no longer smokes مضارع بسيط زي ما القاعدة بتقول، يبقى الاجابة smokes لان هي بتاخد s. number two: he used to smoke but now he. خلي بالنا بقى من الجملة دي، جملة مهمة جدا. ادي شايفين هو اعتاد على التدخين، ده الكلام ده في الماضي، بس دلوقتي اكيد بطل. طب يعني ايه بطل؟ isn't anymore ولا doesn't no longer ولا doesn't any longer ولا any longer doesn't. الإجابة عشان أعرف أجاوب على السؤال ده، تعالوا نراجع القاعدة مع بعض كده. القاعدة بتقول إن used to بيجي وراها مصدر، دي قديمة عارفينها. بتساوي إيه؟ بتساوي مضارع بسيط منفي بلس يا إما any more يا إما any longer. طب يعني إيه any more أو any longer؟ برضو معناها لم يعد. يبقى هنا خدنا فوق no longer، بس no longer بيأتي يبقى، لكن any more و any longer بيأتي قبلها مضارع بسيط ايه؟ منفي. يبقى he used to smoke، يبقى he doesn't smoke any more او he doesn't smoke any longer. يبقى لو حبينا نرجع للإجابة هنقول he doesn't، نخلي ضفين smoke، هو بيقولك used to smoke but now he doesn't any longer. طب فين سموك؟ هنا حذفنا السموك لان دي اسمها الصيغة المختصرة. الصيغة ايه؟ المختصرة. عشان كده هنقول he doesn't any longer. خلاص انا فهمت كده ان هو تعود على التدخين، بس دلوقتي he doesn't any longer يعني لم يعد. لم يعد ايه؟ يبقى انا فهمت he doesn't smoke any longer، عشان كده انا اختصرت. طب يا استاذ ليه ما خدناش isn't anymore مثلا؟ يعني اشمعنى خدنا doesn't؟ لان حضرتك لو بصيت على used to هتلاقي بعدها smoke فعل في المصدر، ولما تلاقي used to وراها فعل في المصدر يبقى في الصيغة المختصرة هتقول he doesn't، ما تقولش he isn't. لو كانت verb to be بقى to be، يبقى في الحالة دي اقول isn't او ايه. هناخد مثال عليها بعد شوية. مثال number 3: he was used to smoking. هو كان معتادا على التدخين. But now he was used to smoking. كان زمان متعود على التدخين. نخلي بالنا هنا ان في was قبل used to وبعد used to في verb ايه؟ ing. يا ترى هتبقى زي الجملة اللي فاتت؟ لا. لما اجي اعمل صيغة المختصرة but now
هل هتبقى زيها؟ لا مش هتبقى زيها. ليه بقى؟ تعالوا نشوف الإجابات. he is no longer ولا no longer is ولا does no longer ولا no longer does. عشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نبصوا على شرح هذه الملحوظة. لما أنا أقول لك he used to smoke، ده المثال اللي احنا حليناه من شوية، he used to smoke but now he doesn't. ليه قلنا doesn't في الصيغة المختصرة؟ عشان used to جه بعدها smoke. طب في حل تاني، ايه هو؟ ان انا اقول he no longer does، هو اعتاد على التدخين ولكن الان بطل. يعني بطل، يا اما اقول but now he doesn't، يا اما اقول but now he no longer زائد مضارع بسيط، ودي القاعدة اللي احنا خدناها. طب ليه قلنا does ما قلناش is مثلا؟ لان هنا used to جاي بعدها فعل في الماستر. لما اقولك I used to be fat، انا كنت تخين زمان، but now ودلوقتي لا، لم اعد بدينا او تخين، ما خلاص يبقى but now I am not. طب ليه ما قلناش don't يا استاذ؟ لان used to جه بعدها be. طب هنا حل تاني، ممكن اقول ايه؟ بدل ما اقول but now I am not اقول I no longer am. شايفين no longer جاي فين؟ جاية قبل الام. طب ليه ما تجيش بعد الام يا استاذ؟ مش المفروض تيجي بعد الام؟ اقولك لا، في الصيغة المختصرة no longer تأتي قبل الفيرب to be، يعني تأتي قبل الام والاز والار. معلومة مهمة جدا. يبقى I no longer am. ناخد مثال تاني، she used to be fit، اعتادت ان تكون سمئه لائقة، بس دلوقتي ايه اللي حصل لها؟ now لم تعد لائقة، but now she isn't. دي الصيغة المختصرة. أو ممكن أقول but now she no longer is. طب يا أستاذ ما ينفعش نقول she is no longer زي ما احنا متعودين؟ لا، في الصيغة المختصرة بنقدم ال no longer على ال is. طب ناخد مثال كمان على used to، بس used to اللي هي بيجي وراها verb ing. لما اقول he was used to smoking، ده السؤال اللي احنا كنا بنسأل عليه دلوقتي، كنا بنحله. he was used to smoking، كان متعود على التدخين، but now دلوقتي انا عايز اقول بطل. ازاي اقولها؟ قدامي حل من الاتنين، يا اما اقول but now he isn't، يا اما اقول but now he no longer is. الله، ليه إز يا أستاذ ما قلتش does أو now he doesn't؟ أقولك لأن used to لما بيجي قبلها was أو were، فإن الصيغة المختصرة منها في المضارع بتبقى is أو are. فهنا هو كان متعود على التدخين but now he isn't أو he no longer is. فهمنا الحتة دي؟ ده السؤال بتاعنا. مثال تاني، they were used to getting، هنا في were قبل ال used to، يبقى معنى كده هتبقى يا اما isn't يا اما aren't في الصيغة المختصرة. هم كانوا متعودين على الصحيان بدري بس دلوقتي لم يعودوا، يبقى but now they aren't او they no longer are. الطريقة بتاعت no longer ان احنا بنقدم no longer على are. نرجع لسؤالنا تاني اهو، he was used to smoking، كان متعود على التدخين بس دلوقتي بطل. يعني ايه بطل؟ ايوه، is no longer، لا احنا اتفقنا ان no longer هتيجي قبل الverb to be، يبقى الاجابة no longer is. number 4، does he smoke، هل هو بيدخن حاليا؟ يعني بيدخن؟ قاله لا، but ولكن زمان كان بيدخن. يبقى but he فين؟ يعني ايه اعتادة في الماضي؟ he used to do، he used to ايه؟ do. طب ليه يا استاذ ما خدناش he used to be؟ لا، علشان هنا الفعل smoke، الفعل ايه؟ smoke الفعل الاساسي، وفي سؤال بدز عشان كده. number 5، is he used to smoking، بيقولوا هل هو متعود انه يدخن حاليا؟ رد عليه بيقالوا نو، لا حاليا لا، بس هو كان بيدخن. يبقى هنا ليه هنجاوب ايه؟ هنجاوب used to be، used to ايه؟ be. طب ايه الفرق ما بين الجملة دي واللي فاتت؟
هنا do زي ما قلنا عشان في does. Does he smoke؟ طب هنا is he used to smoking؟ is سأل ب is، يبقى عشان كده هنقول ايه؟ he used to be. يبقى لما يكون السؤال ب does he smoke هنا هنبقى do، لكن هنا السؤال ب is هيبقى used to be. السؤال رقم 6 A نقط، فبي قال له yes but he never smokes now، بس هو بطل يدخن دلوقتي. يبقى عايز اسال سؤال اقول له هل اعتاد ان يدخن؟ يعني هل اعتاد ان يدخن؟ Is he used to smoking؟ لا. Does he get used to؟ لا. Did he used to smoke؟ ايوه هي دي اللي خدناها. للسؤال عن عاده في الماضي did فاعل زائد مصدر. Number 7 I wish you your time last year. دي تمني، واضح ان انا بتمنى في زمن ايه؟ بتمنى يعني او ندمان على حاجة، اقول لك يا ريتني ما ضيعت وقتي، يبقى انا بتمنى لو ان هذا الشيء لم يحدث في الماضي. عرفت زانه في الماضي عشان في كلمة last year، يبقى لما الاقي last year او اي كلمة تدل على الماضي اعرف ان ده تمني في الماضي، ولما اتمنى حاجة في الماضي مش هستخدم زمن الماضي. الله، امال هنستخدم زمن ايه؟ زمن الماضي التام مش الماضي البسيط. يبقى نخلي بالنا من الموضوع ده، عندما تكون الأمنية في الماضي بنستخدم ماضي التام. يبقى I wish you hadn't، يا ليتك لم تضيع وقتك العام الماضي. يبقى ده تمني في الماضي، عندما أتمنى شيئا في الماضي لا مش هختار ماضي بسيط، هختار ماضي تام. ليه؟ القاعدة كده، قاعدة wish. رقم 8 To bed before to bed before 1 a.m. يبقى أنا عايز أقول أنا لا أذهب إلى الفراش قبل الساعة 1. عايز أنفي جملة. Rarely do I. Rarely I go. I go rarely. Rarely am I go. نبص على القاعدة. القاعدة بتقول إن أنا لو بدأت الجملة بأداة نفي زي rarely مثلا أو never، فبنعكس، بدل ما تبقى فاعل فعل بخليها فعل مساعد فاعل فعل. يبقى هنا الإثبات هقول I rarely go، ده الإثبات. طب لو القصد يعني لو خليت rarely قبل الفعل الأساسي، طب لو بدأت ب rarely هتبقى rarely فعل مساعد do I go. يبقى هنا الإجابة إيه؟ rarely do I go. rarely في غلطة هنا، do I، وهنكتب كلمة إيه؟ go. number 9 he never used to eating in class. لو احنا لاحظنا لا used to جاي بعدها eating verb ing، يبقى انا محتاج قبل used to يا اما verb to be. طب إذا تنفع مش هتنفع؟ was تنفع؟ he never was طبعا ما ينفعش. ليه ما ينفعش is was؟ لان never أداة نفي ما ينفعش تأتي قبل الفيرب to be. هقول he is never أو he was never، لكن ما تنفعش طيب got تنفع؟ تنفع got، لأن never تيجي قبل got مفيش مشاكل. he never got، وإحنا خدنا قاعدة تقول إن got زائد used to زائد إيه؟ verb ing. طب get ما تنفعش ليه؟ عشان هنا فيه he والهي بتاخد s، فهنا جيت ما فيهاش اس عشان كده ما تنفعش. number 10 it's a habit عادة لي to drink a big glass of water، ان اشرب كوباية مية كبيرة when I get up every morning. يبقى it's a habit of I، ولا me ولا my ولا mine، خدوها قاعدة اهي بقى. it's a habit of زائد ضمير ملكية، ضمير ايه؟ ملكية. يبقى it's a habit of، نرجع للسؤال بتاعنا، it's a habit of ايه؟ of mine عادة لي عندي. زي hers عادة عندها، theirs عادة عندهم، وهكذا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا.